بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام أبي القاسم عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم إن شاء الله نحاول أن نختم الفصل الأول والمسائل المتعلقة بعقائد أهل هذه الطائفة، ونقف على أعيان أهل هذه الطائفة والكلام على تراجمهم إن شاء الله من يوم السبت القادم. يقول: ورأيت بخط الأستاذ أبي علي أنه قيل لصوفي: أين الله؟ وإحنا عارفين أن كلمة أين لا تطلق عند الناس إلا بالمعنى السؤال عن المكان، والله خلق المكان فلا يليق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأل الجارية قال لها: أين الله؟ سألها عن المكانة لا المكان، لأن الظرف إذا تعلق بالله فقد مكان معناه المكان أو الزمان، لأن الظرف يسموه ظرف زمان وظرف مكان، فإذا تعلق بالله عز وجل ففقد معناه المكان والزمان. فإذا سأل النبي: أين الله؟ أي أين مكانة الله عندك؟ فأشارت إلى جهة التنزيه، أي هو في المحل الأعلى من التنزيه، ولم تشر إلى جهة الحلول كما استدل بها الوهابية، واستدلوا على أنها بمعناها الحقيقي، ولكن ليس على هذا المعنى هو المراد. فلما قيل للصوفي: أين الله؟ وعلم أن السائل يسأل على معنى المكان، فقال له: أسحقك الله، تطلب مع العين أين؟ يعني هل هناك موجود إلا الله حتى تسأل أين هو؟ في حاجة اسمها السحق، وفي حاجة اسمها المحق، وفي حاجة اسمها الطمس، دي كلها مصطلحات صوفية. هل أسحقك الله بالمعنى يعني أفناك الله، يعني زي قاتلك الله أو قتلك الله، هذا بمعنى الدعاء عليه، أم هي بمعنى أسحقك الله أي أفناك عما سواه فلا ترى فاعلا إلا هو؟ فقد تكون بمعنى الدعاء له، وقد تكون بمعنى الدعاء عليه. والحقيقة أننا مطلوب أننا نحسن الظن بالمشايخ، فنقول أن هي بمعنى الدعاء له لا الدعاء عليه. والسحق هو ألا يرى فعلا إلا لله عز وجل. أما المحق فلا يرى صفة إلا لله، وأما الطمس فلا يرى موجودا إلا الله. فمن رأى الأفعال ونسبها إلى الله يسمى مسحوق، ومن رأى الصفات فنسبها إلى الله يسمى ممحوق، ومن لا يرى إلا الحقيقة وهو الوجود بحق يسمى مطموس، أي طمست عنه الأكوان فلم يرى إلا المكون، هذه معنى الطمس. فيقول مثلا: هل في الوجود موجود إلا الموجود؟ فيظن الناس الذين لا يفهمون هذه الأحوال أنه قال أن الله حل في الموجودات، ولكن هو لا يقول ذلك، بل هو لم يرى موجودا إلا هو، طمس عنه كل شيء، فهذا في مقام من مقامات الفناء. فهم لا يقولون بالحلول أصلا، ولا يقولون بالاتصال ولا الانفصال، لأن الاتصال والانفصال والحلول والانتقال علامة الحدوث، والله فوق كل حادث، ولكن التعلق له بالصفات وبالأسماء وبتأثيرات الأسماء والصفات وتعيناتها في الخارج. فمن نظر إلى تعينات الصفات في الخارج على صور الأفعال يسمى مطموس، على صور الصفات قبل أن تتعين يسمى الأول مسحوق، والثاني يسمى ممحوق، والذي لا يرى إلا الذات الوجود بحق، حتى أنها انعدمت رؤية آثار الصفات فعاد إلى مقام الأحدية الأولى قبل أن تتعين الصفات في الخارج، يسمى مطموس، أي طمس عنه كل شيء فلا يرى إلا الله. وهذا زي ما قلنا أن ده المقام اللي كان فيه الحلاج لما سألوه،
فقال لهم ما في الجبة إلا الله، ما كانش يقصد المعنى بالحلول أبدا، لأنه ده في مقام مختلف، ده ما كانش دريان الدنيا فيه لدرجة أنه هم كانوا بيقتلوه ما كانش بيتألم، دليل أنه كان في مقام مختلف. طب وهل الصحابة مروا بمثل هذه المقامات؟ مروا، ولكن لم يتكلموا فيها لكمال أدبهم مع الله، لأن الذي أدبهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أدب الصحابة تثبتوا بتثبيت النبي لهم. فكان سيدنا مثلا الزبير ابن العوام لما أصابته في قدمه عروة بن الزبير أصابه في قدمه غرغرينة، وقالوا له هنقطع لك رجلك، لازم نقطعها وإلا هيسرح التسمم في جسمك فتموت، وما كانش فيه بنج ولا تخدير ولا أي شيء. فكان هذا الصحابي بخبرته مع نفسه إنه لما بيصلي بيصل في مقام يسمى مقام الفناء فلا يشعر بما حوله، فقال إذا صليت وسجدت فافعلوا ما شئت. فلما توضأ وصلى ودخل في السجود قطعوا رجله وكووها بالزيت المغلي أو بشيء من هذا عشان يمنعوا الناس، ولم يتحرك، دليل أنه هو في مقام مختلف خالص. أو هذا المقام مر به الصحابة أيضا، علشان ما يقولش أن إيه الناس يقول لك هو الصوفية بيقولوا حاجات الصحابة ما حصلت لهمش، لا حصلت له، لكن الصحابة لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الصحابة حجة على العباد عصمهم من أن يقولوا كلام يفهم بمعاني غريبة، لأنهم حجة على العباد. أما بقية الناس ليس حجة على العباد، كل يؤخذ منه ويرد، فكل واحد يقول اللي يقول بعد كده في الأجيال الأخرى. ففي هناك من تحقق بهذه المقامات فلم يحسن الأدب عند المقام فقال كلام قد يفهم شريعة خطأ وهو في الحقيقة معناه صحيح، فحكم عليه بسيف الشريعة أن يقتل وهو في الحقيقة ناجٍ من أولياء الله. هذه المسألة، إنما ما فيش داعي أننا نشتم في الناس. هتشتم في الناس إزاي بس؟ إزاي تشتم في أمة النبي إذا كان لا يجوز أن تشتم الفاسق المشهور بفسقه؟ فكيف تشتم من اشتهر بالولاية والصلاح والعبادة؟ هل تطلب مع العين أين؟ يعني تحقق بمقام الفناء فلا يرى إلا الله موجود. أي الفناء مقامين، جمع الجمع والجمع بس. مقام الجمع هو الذي يرى الواحد في الكثرة، ومقام جمع الجمع هو الذي لا يرى كثرة أصلا، يرى الأحدية. أي وفي بعض الصوفية عندهم لا فرق بين الأحدية والوحدية، بل هما مترادفان، والراجح أنهما مختلفان. ففي ناس أيوه. الذي لا يرى آثار الصفات يبقى في مقام جمع الجمع، والذي يرى آثار الصفات يعني رأى آثار الصفات كثيرة متعددة ولكن الفاعل واحد. صفات الأفعال مش لها صفات؟ مش الله سبحانه وتعالى له صفات، وهذه الصفات تعلقت وتعينت بأشياء محسوسة في الوجود الخارجي. من رأى هذه التعينات الخارجية للصفات فيجدها كثرة كثيرة، ولكن لم يرى فاعلا لها إلا الله في كل حال، ولم ينسب إليها الفعل، ده في مقام جمع الجمع، لأنه رأى الواحدية في الكثرة. زي الواحد كرقم، تلاقي الواحد يتحط جنبيه اثنين، يتحط جنبيه ثلاثة، يفضل هو واحد برضه، لأن لولا الواحد ده ما كانش فيه أي عدد بعديه. يعني لو نفيت الواحد مش هتعرف تعد بعد كده، لو نفيت الواحد يبقى تنفي الوجود، تنفي الموجود، وانتفاء الموجود مستحيل، وهو الله موجود بحق واجب الوجود، فيستحيل انتفاء الواحد. ثم بعد ذلك ينسب إلى الواحد أي موجود بعد ذلك، خدت بالك إزاي؟ فمهما تعددت الموجودات فلم تحل في الواحد،
واخد بقى، فهي منسوبة إليه دون أن يحل فيها، وبدونه لا وجود لها أصل. وعشان كده الناس قالوا تعلم الرياضة يؤدي إلى التوحيد، يعلمك التوحيد، تعلم الحساب بس الأرقام كده. فالله سبحانه وتعالى واحد، زي الرقم الواحد كده مع الرياضة مع باقي الأرقام، الأرقام لا نهاية لها، كذلك الموجودات لا نهاية لها. الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق إلى ما لا نهاية موجودات، لأنه ممكنات، والممكنات لا نهاية لها، وقدرته سبحانه وتعالى شاملة لكل ممكن إيجادا أو إعداما، إيجاد أي ممكن أو إعدامه وفق إرادته مطابقا لعلمه القديم. وبالتالي يبقى الواحدية موجودة في كل تعدد مهما تعدد، دون أن تحل فيه ودون أن تتصل به ودون أن تنفصل عنه. هذه معنى لا اتصال ولا انفصال ولا حلول من الرياضة، يعني من حصة الحساب تعرف الحكاية دي، خدت بالك؟ فاللي بيتحقق بأنه يرى آثار الصفات المتعينة في الخارج مع كثرتها تدل على الواحدية، ده في مقام جمع الجمع، لأنه جمع الكثرة في الواحد، واضح؟ اللي مقام جمع الجمع جمع الصفات الكثيرة بقى وتعيناتها في ذات واحدة وهي الأحدية، فجمع الجمع، فهمت ازاي؟ فلم يرى إلا الذات. أيوة، اللي بيسموها في ناس ما تحبش كلمة استهلاكة وإن كانوا استعملوها العلماء، اللي هو يسموه مقام العماء، كان الله ولم يكن شيئا معه يدركه أصلا، فلا يدركه إلا هو سبحانه، اللي هو مقام كان الله ولم يكن شيئا معه، فده مقام جمع الجمع اللي يسموه العماء. العماء حيث لا أثر للصفات في الخارج، لأنه لا خارج أصلا، لا موجود إلا الله، فهمت؟ فلا خارج ولا داخل ولا أول ولا آخر، فهمت؟ أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا العباس بن الخشاب البغدادي يقول، سمعت أبا القاسم بن موسى يقول، سمعت محمد بن أحمد يقول، سمعت الأنصاري يقول، سمعت الخراز يقول حقيقة القرب فقد حس الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله تعالى. حقيقة القرب مكانة من الله لا مكانا، فتملم يكلموا على القرب والبعد، هو قرب المكانة وبعد المكانة مش القرب المكاني. فالله سبحانه وتعالى قريب من كل خلقه حتى الكفار حتى الحيوانات سبحانه وتعالى، قرب مكانة، قرب ربوبية، قرب احتياج المربوب إلى ربه، قرب إحاطة، قرب قدرة، قرب قهر، قرب إدراك وسمع وبصر، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وإذا أطلق الإنسان في القرآن يقصد الكافر غالبا غالبا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يبقى الله سبحانه وتعالى قريب من خلقه، سواء كان هذا الخلق أو هذا المخلوق صالح أم طالح، لكن هناك قرب آخر غير قرب الرب لمربوبه، وهو قرب الاكتباء والاصطفاء، ده قرب ثاني. فالقرب قربان، قرب إجباري وقرب اختياري واصطفاء، وهنا معنى القرب الاصطفاء. حقيقة القرب اللي هي قرب القلب من الله مكانة لا مكانا ولا حلولا، فقد حس الأشياء من القلب. إيه هي الأشياء؟ حاجتين تحفظهم، الشهوة والهوى، الهوى والشهوة، وقد يجتمعان الاثنين يبقوا حاجة واحدة، لأن الشهوة هي الهوى. يبقى لو الإنسان فقد حسه بهواه وشهوته فلا يبقى في قلبه إلا الله، فالمحبوب هو أنت، الله ليس بمحبوب،
الله قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أما أنت فبعيد، بعيد بشهوتك، بعيد بهواك، بعيد بمعصيتك، بعيد بغفلتك، ولذا احتجت للوسيلة، والله لا يحتاج للوسيلة. فالآية تنفي احتياج الله للوسيلة لأن الله لا يحتاج لشيء، وتثبت احتياج العبد للوسيلة لأنه يحتاج إلى كل شيء. وإذا سألك عبادي عني، إذا سألك فأنت وسيلة السؤال والعلم والوصول. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ألف إنهم قريب، بيصف نفسه ولا بيصف عباده؟ تصف نفسه. فكيف تستنتج من الآية أنك لا تحتاج للواسطة؟ الله هو الذي لا يحتاج للواسطة، أما أنت فتحتاج للوسائط والأسباب، بل خلقك مزروعا في الأسباب والوسائط، بل استعبدك بالوسائط والأسباب، ولولا الوسائط والأسباب ما كانت هناك عبودية، بل تصير ربوبية، ولكن الله سبحانه وتعالى أرادك أن تكون عبدا فحجبك بالأسباب حتى تظهر ذل العبودية بالأخذ بالأسباب، وتظهر حقيقة الربوبية بعدم التوكل عليها بالقلب. وإلا لو كان تعامل معك بغير أسباب، كفاحا بغير سبب، لما كان هناك مؤمن ولا كافر، كان يبقى كله مؤمن، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر الناس بالأسباب، فحجبهم بالأسباب والوسائل والوسائط، ومن بين هذه الحجب حجاب النفس والهوى والشهوة. فإذا ماتت في القلب، اللي هو بيقول حقيقة القرب من الله، القرب الاجتبائي والاصطفائي، والله يهدي يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فهي قرب هداية وقرب اجتباء، اللي بيسموهم المجذوب والسالك. المجتبى هو المجذوب، حيث أن الله جذبه إليه، أي اجتباه بغير سبب منه. وهناك من سلك إلى الله بالأخذ بالأسباب الموصلة إليه، فهذا هو السالك، ويهدي إليه من يريد، اللي هو المريد، اللي هو السالك. هذه كلها جاية من القرآن، الأسماء كلها جاية من القرآن. يقول لك الصوفية عملوا لنا أسماء غريبة، لا ما عملوش أسماء غريبة، أنت اللي ما قريتش القرآن، أو قرأت القرآن ولم تفهم. فهناك جذب وهي الاجتباء، وهناك سلوك وهو فعل المريد بالأخذ بالأسباب الموصلة إلى الله، والأكمل لاجتماع الاثنين معا، الاجتبائي مع السلوك، والاثنين اصطفاء، فيصطفي من عباده قوم لمحبته وقوم لخدمته، فمن اصطفاهم لمحبته هم المجذوبون، ومن اصطفاهم لخدمته هم السالكون. قوم لمحبته أو لحضرته وقوم لخدمته. الملك يكون عنده من يدخله إلى حضرته، يجلس بجواره، وهناك الخدم يخدمون في الخارج، والكل يحبهم الملك، ولكن من تعلق وهو في الخدمة قلبه بأن يكون في الداخل فقد أساء الأدب مع الملك، ومن أراد الخدمة وقد اجتباه للداخل فقد أساء الأدب مع الملك. وكمال الأدب أن تقبل ما أقامك الله فيه، فإن أقامك في خدمته فتلتزم أدب الخدمة، وإن أقامك في حضرته فتلتزم أدب الحضر. وكل له مقام معلوم، أبرار ومقربين، زي ما قلنا في الأبرار. وعليكم السلام. الأبرار يشربوا، التسنيم ممزوج ومزاجه من تسنيم، لكن المقربين يشربوها خالص مش مخلوط، عينا يشرب بها المقربون أي خالص، إنما الأبرار يشربوها ممزوج، كل على حسب. من خلص نفسه خالصة لله شرب التسنيم خالص كان من المقربين، ومن خلص نفسه تخليصا جزئيا فقد مزج نفسه وأحواله مع عبادته وقربه إلى الله فيشرب من التسنيم ممزوج.
بس، فالحكاية كل على حسب عمله. وإحنا عارفين إن أهل الجنة مقربين وأبرار، سابقين وأصحاب يمين، ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان. يبقى الجنتان الأولانيين للمقربين ومن دونهما جنتان دول لأصحاب اليمين. يبقى سورة الرحمن بينت لك إن في جنتين للمقربين وفي جنتين لأصحاب اليمين. عرفنا منين؟ من سورة الواقعة اللي بعدها، السابقون السابقون، وبعدين أصحاب اليمين، وبعدين أصحاب الشمال. فالقرآن كله بيبين بعض وبعض. حقيقة القرب قرب المكان ولا المكانة؟ المكانة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، مكانة مش مكان. فقد حس الأشياء من القلب، والأشياء هي الهوى والشهوة، وهدوء الضمير إلى الله تعالى بالرضا بالقضاء والمقضي، بالرضا بالقضاء والمقضي. هنعرف يعني ايه الفرق بين القضاء والمقضي كمان شوية. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت محمد بن علي الحافظ يقول، سمعت أبا معاذ القزويني يقول، سمعت أبا علي الدلال يقول، سمعت أبا عبد الله بن قهرمان يقول، سمعت إبراهيم الخواص يقول. وسيدنا إبراهيم الخواص كان من تلامذة سيدنا الإمام الجنيد ولازمه. لا، سيدنا علي الخواص ده مصري. لا لا، ده كان بيبيع زيت. ده كان شيخ سيدنا الشعراوي. لا ده كان حديث، ده في 300 هجري. يعني ده توفي سنة 291 هجري. يعني الجامع بينهما اللي فيه خواصين. بس ده خواص وده خواص، ده في عصر وده عصر، وده في بلد وده بلد، ده بينهم يجي 300 سنة ولا 400 سنة كمان. ده شغلانة كبيرة. ده كان في العراق. سمعت إبراهيم الخواص يقول، انتهيت إلى رجل وقد صرعه الشيطان، فجعلت أؤذن في أذنه، فناداني الشيطان من جوفه، دعني أقتله فإنه يقول القرآن مخلوق. ده من باب أولا يبين لك إن الشيطان قد يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يتكلم على لسان من تخلل، لأن الشيطان ليس له تعين في الخارج، واضح يرى بالنسبة لنا، وإن كان له تعين في الخارج يرى بالنسبة لغيره، فهو جسم. الشيطان جسم، بس جسم نوراني من نار، جسم لطيف من نار. والملائكة أيضا أجسام مش أعراض، فالجن أجسام والملائكة أجسام وليست أعراض. هذا هو الرجع عند مذهب أهل السنة، أن الملائكة أجسام وأن الجن أيضا أجسام، ولكن نحن لا نراها في الحس. ولكن الجن جسم خلق من نار، قادر هذا الجسم اللي هو من نار أن يخترق الجسم اللي هو من طين فيسير منه مجرى الدم. وده في الواقع، انت لو جلست بجوار جدار خلفه نار، من خلف هذا الجدار النار، تجد ان النار اخترقت الجدار، ثم بعد ذلك اخترقت الحرارة جسمك فغلى منها عروقك ودمك. نعم. وتلاقي نفسك الدم جري فيك من الدفء والحرارة الشديدة، فإذا زادت قد تلسعك وتضرك. فالشيطان كده يقدر يخترق هذا الجسم الكثيف ويجري من ابن آدم مجرى الدم، وتجد الإنسان الغضبان فيه نفس تأثير الحرارة اللي بتيجي من النار، لأنه الشيطان من نار يجري في الدم. تبص تلاقي ايه، يقول لك الدم غلي في عروق، مش الناس بتقول كده، نار، الدم غلي في عروق، كلام حق بالتجربة والواقع والحس. يوم ما يغلي الدم في عروقه يعني الدم يفور في عروق، يعني بقى خلاص، يوم يظهر الغضب ويظهر ايه السباب والفسوق وكل حاجة، لان الشيطان بقى عايز يتكلم. بقى هيخرج من الشيطان الا الزبالة؟ ما بيخرجش منه الا الزبالة.
وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما تعالج الغضب تعالجه ايه؟ بانك تطفيه بالميه، تتوضى، لان النار تطفي بالميه. كل دي حقائق حتى العلم اثبتها. وهنا الواقع اثبت ان الشيطان يدخل في اجسام بعض الناس ويتكلم على ألسنته، وامتزاج الجسم بالجسم وارد في الطبيعة، جائز امتزاج جسم بجسم، مش مشكلة، وارد في الطبيعة، جائز، ما فيهوش مشكلة خالص، احنا بالتجربة عارفينه وشايفين. بل انت نفسك جسمك مكون من ايه؟ من اختلاط عناصر التربة كلها مع بعضها، وكل عنصر لحد ذاته كده ما هو جرم، يختلطوا مع بعض يعملوا الجسم الانساني كله. والجسم الانساني ما هو الا جرم، لكنه سميناه جسم ليه؟ لانه مكون من اجزاء بس. ما هو الجسم جرم، لكن زاد عن الجرم وتكونه من اجزاء بس، ادي كل حاجه. لكن الجرم غير مكون من اجزاء، حاجه بسيطه، جوهر يعني، يسموه جوهر او جرم. فبيقول انتهيت الى رجل وقد صرعه الشيطان، يعني كان مصروع بيجي له مس جن، فجعلت أؤذن في أذنه علشان يطرد الشيطان إن كان كافرا لا يتحمل الأذان، لأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله درات كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما ينتهي الأذان يرجع حتى يخطر بين المرء وصلاته، فإذا أقيمت الصلاة أدبر وله درات، وبعدين أول ما يبتدي في الصلاة يرجع تاني عشان يشغله. خناس، وسواس خناس، سموه الوسواس الخناس عشان كده. فجعلت أؤذن في أذنه، فدل على أن علاج المصروع بالجن تأذن في أذنه، مش تجري ورا الدجالين بقى وتجيب مش عارف بيضة حمامة يتيمة ودم غراب عنده ريشة بيضة في جنب ودنه اليمين، والشغلانات اللي بيعملوها العالم الغريبة دي. حكاية سهلة الحكاية، ما تجريش ورا الدجالين ولا تقول أصل الراجل ده بيعالج الجن، يعالج الجن، كل الناس تعالج الجن. أذن، ولا تروح ورا الرهبان في الكنائس زي في الصعيد، ساعات بعض الناس تروح للكنائس. وهنا كمان انا ما اعرفش والله، يعني انا سمعت انه في الصعيد بس، جهل جهل. لكن الاحسن اذن خلاص، انت شاكك ان هو ده مس من الشيطان، اذن في اذنه. لو خف يبقى فعلا مس من الشيطان، وده خف، ما خفش يبقى مرض نفسي، عالجه بقى عند دكاتره الامراض النفسيه، ياخد جلسة كهرباء، ياخد شوية أدوية، ياخد بتاع، يتصرف معاه بقى. يعني مش كل واحد يتخبل كده يبقى من الجن، يعني ممكن تبقى أمراض نفسية. فالحكاية سهلة يعني، ما تقعدش تلف وتدوخ نفسك، أهو الشيخ أهو. لا، الراجل مصروع أذن في أذنه، خلاص سهل. علاج سهل واضح جميل ونبوي. وعلاج جميل، تقرأ آية الكرسي. آه، مش مؤشرت 11 مرة، إن شاء الله تقرأ. مين قال 11؟ تجربة. ما انا بقول تجربة الصالحين، تجارب الصالحين، لكن قد تكفي مرة، واخد بالك ازاي؟ لكن هو تجارب الصالحين، يقول لك اقرأ 11 مرة، ويقول يقول والله احد مش عارف 12 مرة، ويقرأ مش عارف 30، ويمكن تروح للشيخ تاني يقول لك اقرأ 40 مرة، تجارب، كلها تجارب. لكن الحكاية سهلة، أسهل مما تتصور. تأذن في أذن وتقيم في الأذن اليسرى، لو خف يبقى خلاص كان مصروح، ما خفش يبقى ده مرض نفسي. فجعلت أؤذن في أذنه فناداني الشيطان من جوفه، فدليل على جواز أن يتكلم الشيطان على لسان المصروع، وعلى أن الأذان لم يخرج الجن من جسد المصروع إن كان الجن مسلم، لأن في من الجن مسلمين، يبقى يخرج الشيطان الكافر لكن ما خرجش الجن المسلم. والجن المسلم ده غالبا ما يأذيش، غالبا ما يأذيش حتى لو حصل اتصال، غالبا ما يأذيش في الغالب كده، لانه مسلم بيخاف، يخاف لحسن يقابل ربه ويعاقبه. زي ما انت ماشي في الشارع تخاف تأذي واحد اضعف منك، ما هي نفس الحكايه. طب هو مين اللي حجب الاضعف منك انك تأذي؟ ايمانك وخوفك من الله. كذلك الجن المسلم ما تقلقش منه، مسيره هيمشي، كلهم في حال طريق، واخد بالك؟ طبعا الانس والجن مكلفون. فقام قال له ايه؟ دعني اقتل، يعني طلع جني مسلم أروبة فاهم، عالم، عارف اعتقاد اهل السنه والجماعه، وبيكلم عالم بقى علشان يقول له سيبني بس، ده انا بأدبه لك، ده انا جاي له بأدبه. دل على ان الانسان لما يكون من اهل البدع يكون اقرب للمس الجني من الناس غير المبتدعه،
يبقى الاستقامة عصمة من تلاعب الجن والشياطين. الاستقامة على الطريقة عصمة. فلأن الرجل ده من أهل الزيغ والأهواء والبدع ما كانش عنده هذه العصمة الحماية الكافية فوقع في الأزمة دي. علشان كده شوف ان العلم والاعتقاد السليم عصمة، عصمة ليك حتى من الجن حتى من المس. فقال له دعني اقتله فانه يقول القرآن مخلوق. دل على ان اهل التصوف يقولون ان القرآن ليس بمخلوق، مش كده برضو؟ مش ده اعتقاد اهل السنة والجماعة؟ طيب يعني هم مبتدعين مش مبتدعين. وقال ابن عطاء ان الله تعالى لما خلق الاحرف، شوف علاقة الكلام ببعض، علماء اتكلم لك على القرآن وانه مش مخلوق، طب بس القرآن احرف، والاحرف بتحتاج عشان تنطقها الى زمن والى حركة جوارح والى نبرة والى موجات تضغطية كده اللي هي الموجات الصوتية عشان تسمح، عبارة عن ميكانيكال ويفز اللي هي ايه، غير الضوء. الضوء ده الكتروماجنتيك، كهرومغناطيسي، بيمشي بسرعة عجيبة بالنسبة للصوت. يعني الصوت يمشي بسرعة الزحلفة بالنسبة للضوء، الضوء يمشي بسرعة الطيارة، ده الضوء، والصوت ماشي بسرعة الزحلفة. علشان كده انت تشوف البرق وبعدها بلحظات تسمع الرعد، مع ان هما الاثنين كانوا في وقت واحد، بس على ما ده وصل لك شفت الصورة بتاعته وبعدين تسمع صوته بعدها بفترة، لان الصوت جاي ايه بسرعة بطيئة والتاني جاي مسرع. خدت بالك؟ وطبيعة الصوت غير طبيعة الضوء. الضوء كهرومغناطيسي، موجات كهرومغناطيسية تتفاوت وتختلف أطوالها الموجية. أنت بتشوف قدر معين من الموجات الكهرومغناطيسية اللي هو محصور بين الأحمر والبنفسجي اللي هو الطيف بس، وليس الضوء هو كل الطيف. ده القدر اللي بتشوفه أنت من الضوء قد كده، والضوء من السقف ده للأرض. يبقى القدر اللي أنت بتشوفه من الضوء قد كده بس، اللي هو النور، اللي هو بين الأحمر والبنفسجي، اللي هو الطيف. طب ما في فوق حمراء وفي تحت بنفسجي، يبقى كل الموجات الفوق الحمراء والتحت بنفسجي انت لا تراها، مخلوق منها الملائكة. علشان كده الملائكة مخلوقة من ضوء، لكن ليست لك قدرة، عينك ليست لها القدرة على رؤية هذه الأطوال الموجية اللي مخلوقة منها، لكن اديك عينه بتقدر تشوف هذه الأطوال الموجية فيشوف الملائكة. فأول ما يشوف الملائكة اديكي أذن، لأن عينيه بتشوف أطوال موجية أطول من الأطوال الموجية بتاعتك أنت. يعني إذا كنت أنت بتشوف حيز قد كده من النور، فالديك بيشوف حيز قد كده، فيقدر يشوف أكتر ما بتشوف أنت. الحمار عينه بتشوف موجات اللي مخلوق منها الشياطين، فقد تكون الشياطين مخلوقة من فوق الحمراء والملائكة مخلوقة من تحت البنفسجي، لأن تملي اللي فوق الحمراء تدي حرارة مع النور، والتانية ما تديش حرارة مع النور. فهمت؟ فيجي لك الحمار عينيه تقدر تشوف الشيطان فينهى، فجعل أنكر الأصوات تدل على أنكر المخلوقات، وجعل صوت الديك اللي هو التأذين وهو نوع شريف يدل على أشرف المخلوقات اللي هي الملائكة لطهره سبحانه، بديع في خلقه وترتيبه. كل ده جائز عقلا، اهو احنا بنتكلم بالطبيعة، طريقة الدكتور زغلول النجار سهلة مقبولة يا عقلا، عشان يقول لك ما فيش ملائكة اصلا انا مش شايف، وانت شايف ايه اصلا؟ عشان ده انت مش شايف الا الحتة دي بس، الا الحتة دي بس، ده شغلانة كبيرة انت شايف فين. طب فين الاشعة السينية؟ بتشوفها منين؟ ما شفتهاش. والاشعة السينية اللي هي بتخترق جسمك، يعني ضوء يخترق جسمك عشان يصور العظمة،
تقوم تعمل اشعه هناك يقول لك اه انت عندك كسر، لا ما عندكش كسر، لا المفصل حلو، لا المفصل عيان. عرفها منين؟ ضوء اخترق جسمك الكثيف وجاء عند العظمه ما اخترقهاش، يروح هو مصور لك العظمه. اهي ده نوع من الضوء عنده القدره انه يخترق الكثيف. خلقه الله، انت وجدت اثره في الاشعه لكن ما شفتوش وهو منطلق. انت تروح عند دكتور الاشعه يقول لك خد نفس، اكتب النفس، تك اطلع، صورناك، شفت حاجه طلعت؟ مع ان في ضوء طلع صورك خبط في جسمك واخترق وطلع تاني. فهمت ازاي؟ يبقى انت مش شايف حاجات كتيره قوي. فلما في من المخلوقات ما لا تراها، عايز تشوف ربك؟ ده انت غريب قوي يا اخي. حاجه غريبه. وقال ابن عطاء ان الله تعالى لما خلق الاحرف، يبقى لما جه اتكلم على القران وقلنا انه ليس بمخلوق، تعلق في ذهن الانسان تصور ان القران عباره عن، بالنسبه لنا عباره عن حروف وكلمات وصوت مسموع وحنجره وتحرك شفتين ولسان، وفي حروف بقى ايه شفتيه وحروف حلقيه وحروف لسانيه وحروف شغلانه انواع بقى على حسب مخارج الحروف، وكل هذه الاشياء المتعلقه بالحروف مخلوقه، بل الحروف نفسها مخلوقه، فازاي يبقى القران مش مخلوق ويبقى الحروف مخلوقه؟ فهمت الشيخ؟ عشان كده جاب لك بعد ما قرر ان القران ليس بمخلوق عايز يقرر بعد ذلك ان الحروف مخلوقه. فهمت ازاي؟ عايز يبين لك معنى جديد تاني علشان تفهم الامور على حقيقتها. وقال ابن عطاء ان الله تعالى لما خلق الاحرف، يبقى الاحرف ايه؟ مخلوق. هل الله سبحانه وتعالى، عشان يبين لك ان كلام الله سبحانه وتعالى ليس بحرف لان الاحرف مخلوق، بل الكلام يطلق في الحقيقه ويقصد به الكلام النفسي. ويقولون في انفسهم ما لا يبدون لك، فجعل الكلام النفسي قول. كده ربك سمى الكلام النفسي ايه؟ قول اهو. ويقولون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الامر ما قتلنا هاهنا. قالوا كده في نفسهم، ما قالوش بحروف. يبقى ادي مثال ربنا جعله فيك، لان الله خلق الانسان ادم على صورته فجعل فيه كلام على صورة الكلام التي هي الكلام النفسي القديم، حتى تعلم ان كلام الله لا بحرف ولا صوت، لأن الحرف والصوت مخلوق. فيبقى القرآن قديم لأنه صفة من صفات الله عز وجل، أما النطق به فمخلوق. هو عايز يميز لك بين الاثنين دول. فهمت بقى المسألة؟ وقال ابن عطاء إن الله تعالى لما خلق الأحرف جعلها سرا له. خلق الأحرف وجعلها سر ما يعرفوش حتى الملائكة سبحانه وتعالى. فلما خلق آدم عليه السلام بث فيه ذلك السر، وعلم آدم الأسماء كلها اللي هي الحروف، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. ما يعرفوش الحروف الملائكة، فجأة بصوا لقوا سيدنا آدم بيرطن بكل اللسان. إيه ده؟ سجد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. خدت بالك؟ إن الله تعالى لما خلق الأحرف جعلها سرا له، فلما خلق آدم عليه السلام بث فيه ذلك السر، وعلم آدم الأسماء كلها، ولم يبث ذلك السر في أحد من ملائكته، فجرت الأحرف على لسان آدم عليه السلام بفنون الجريان، فجعل الأحرف مطابقة لمعان خلقها سبحانه وتعالى ودل عليها. فلما تكلم سيدنا آدم بالأحرف دلا على المعاني التي كان لا يعلم أسماءها الملائكة، عرفوا الملائكة أن سيدنا آدم مفضل عليه. بفنون الجريان وفنون اللغات فجعلها الله صورا لها، يعني جعل الله المعاني، جعل الله الأحرف صورا للمعاني، صورة للمعاني. فالمعنى، المعنى زي الرحمة، فجعل الره والحاء والميم والتاء المربوطة صورة تشوفها كده مكتوبة الرحمة على المعنى المعنوي اللي هو أنت تستشعره في نفسك ولا تستطيع أن تعبر عنه.
إلا بهذا اللفظ، لكن قد يتسع المعنى على اللفظ. فهمت إزاي؟ صرح. يعني إيه حديث النفس؟ نحن قلنا أن كلام الله سبحانه وتعالى لا بصوت ولا حرف ولا آلة ولا جارحة، وبنديله مثال فقط وليس يبين الكيفية، تقريبي. زي تقول طب هل في كلام إلا بلسان وحرف وصوت؟ نقول لك آه يا أخي، لما ننفي هذه الأشياء ونثبت أن الله له كلام، بنثبت له الكلام ولا ننفي الصفة؟ يقول ما أنت لو نفيت هذا الكلام نفيت الصفة. نقول له لا، أنت انظر في نفسك، أنت عندك كلام نفسي لا بصوت ولا حرف ولا فعل. يقول آه فعلا أنا عندي كلام في النفس لا بصوت ولا حرف. نقول إذا كانت كده فيك، مستبعد أن الله سبحانه وتعالى يكون فيه صفة تليق به؟ فهمت إزاي؟ مش معنى كده أن كلام الله مطابقا للكلام النفسي عندك، لا، ده تشبيه فقط علشان نعقل الصف، فقط تشبيه، تشبيه تمثيلي بس. صرح ابن عطاء القول بأن الحروف مخلوقة، يبقى عرفنا أن القرآن قديم لأنه صفة من صفات الله تعالى، ولكن نطقي بالقرآن مخلوق. في فرق بين نطقي بالقرآن وبين القرآن كصفة من صفات الله عز وجل. أدي الكلمة، فهمت بقى المعنى؟ وقال سهل بن عبد الله: إن الحروف لسان فعل لا لسان ذات، والأفعال مخلوق، الأفعال كلها مخلوق. فبيقول إن الحروف دي أفعال، فلازم تكون مخلوق لأنها لسان الفعل. إن الحروف لسان فعل لا لسان ذات، لأنها فعل في مفعول. واضح. قال: وهذا أيضا تصريح بأن الحروف مخلوق. يبقى قالوا أن الحروف مخلوقة وقالوا أن القرآن قديم. شفت بقى كلامهم جميل أهو. مين بقى اللي يقول عليهم مبتدعة؟ هو اللي مبتدع بقى اللي بيقول كده. أشوفه بس اللي بيقول كده، هاته. ما أنا شفتهم كتير من خلال. وقال الجنيد: القرآن إذا نسب إلى الله فهو صفة قديمة يدل على كلام الله، صفة قديمة قائمة بذاته سبحانه وتعالى لا بصوت ولا فعل ولا حرف. واضح؟ أما إذا نسب إلى العبد فعلا واكتسابا فهو مخلوق، لأنه تلاوة وقراءة وتحرك ألسان وتحرك شفتين وتعلق بزمان. فإذا كتبته بيدك كانت الكتابة نفسها مخلوق مكتسب. مش القرآن ده كلام الله؟ خلاص، إذا نسبته إلى الله فقد نسبته أنه صفة قديمة ليست حادثة، لأن لا تحل في الذات الحوادث. فهم؟ أما دي يقول طب بس الكلام إحنا ما نعرفوش إلا بصوت وفعل وحرف. فهمت إزاي؟ نقول هذا كلام المخلوق، وفي المخلوق كلامان: كلام نفسي لا بصوت ولا فعل ولا حرف. فهمت؟ ولا لا بصوت ولا حرف ولا نبرة ولا جارحة، يعني اللي هي الجوارح اللي هي الآلة المخارج. فهمت؟ فنقول الكلام النفسي كذلك يطلق عليه كلام، وهو لا صوت ولا آلة ولا جارحة. واضح؟ فهمت المعنى؟ أيوة. سم بتقول إيه؟ تعلق الصفة بخلق الأحرف حتى يكون هناك واسطة يصل مراد الله إلى خلقه. وربنا تعبدنا بالوسائط. وهيكلمك كده مباشرة ولا بالواسطة؟ هيكلمك بالواسطة. ليه؟ لأنك أنت المحتاج للواسطة وغير محتاج لها، لأنك ضعيف محتاج للواسطة، لأنه لو كلمك كفاحا ما تحملت ولما أديت مراده منك. فهمت إزاي؟ فأراد أن يخلقك صالحا لما خلقك لأجله،
وهو التعامل مع الأكوان وعمارة الأكوان. فإن كلمك مباشرة بلا واسطة ما تحققت هذه المصلحة المراد من الاختبار. فأراد أن يكلمك بالواسطة فكلمك بواسطة فجعل هذه الواسطة هي الأحرف، والأحرف علمها للملك، فعلمها الملك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاطبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرأ. سهلة سهلة إن شاء الله. طيب كلمه تكليما. تكليما هنا دليل على الحقيقة، دليل انه مش كلام مجازي، واخد بالك؟ يعني المفعول المطلق دل على ان الفعل يحمل على الحقيقة لا على المجاز، فيكون كلام على الحقيقة، لكن يكون كلام يليق بالله عز وجل. هتفتكر انت كلام الله هيبقى زي كلام المخلوق بالصوت والنبرة ويأتي من جهة ويحتاج لحيز ينتقل فيه؟ انت متصور هذا؟ إذا تصورت هذا تبقى مخطئ. ليه؟ لأن هذه كل الأشياء دي مخلوقة، فإن توقفت صفة الله على مخلوق فتكون مخلوق. فهمت إزاي؟ إن توقفت صفة الله وهي الكلام على أشياء مخلوقة وهو حيز ينتقل ونبرة وموجات وأحرف وكل هذه الأدوات مخلوقة، تبقى ظننت أن صفات الله مخلوقة حادثة ولا يحل في القديم الحادث. واضح؟ ولكن العقل يقول أنه كلمه تكليما حقيقيا، لكن لا بصوت ولا فعل ولا إيه ولا نبر، وجاءه لا من جهة، سمعه لا من جهة، ولم يسمعه بأذنه فقط، بل صارت كل ذرة فيه أذن تسمع، لأن كل ذرة فيه مخلوقة لله عز وجل. كذلك عندما ترى الله يصير كل ذرة فيك لها عين تبصر، فلا تراه بعين واحدة وهي العين الجارحة، بل تراه بأعينك كلها. واضح؟ بس لا يعني أمر سهل إن شاء الله. عارف هتعرفه كويس قوي إمتى؟ إن شاء الله يوم الأيام إن شاء الله، لما ندخل الجنة وتسمع كلام الله عز وجل ويقرأ عليك سورة الرحمن. واخد إن شاء الله ربنا يجمعنا. وقال الجنيد في جوابات مسائل الشاميين: التوكل عمل القلب، والتوحيد قول اللسان. يعني جعل ان التوكل ده نوع من التوحيد، بس توحيد القلب هو التوكل. التوكل يعني الاعتماد على واحد، واللسان الاقرار بواحد. فهم؟ يبقى التوكل والاعتماد على واحد ده عمل القلب، والرضا بقضائه والاستسلام لامره، فدي كلها أعمال القلب. والتوحيد قول قول القلب، يبقى في عمل وقول. يعني القلب له عمل وله قول، زي ما اللسان والجارح، زي جسمك الظاهر ليه عمل واللسان له قول، القلب كذلك له عمل وله لسان وليه عين برضو يسموها البصيرة. والقلب برضو القلب يطلق على الإنسان الباطن اللي جواك، وهي حقيقة نورانية جعلها الله سبحانه وتعالى محلا لالتقاء الروح والنفس. فلما تلتقي الروح مع النفس تعمل قلب، تتقلب بين طلبات النفس وطلبات الروح، متقلبة. عشان كده سموه قلب، عشان قاعد يتقلب كل شوية، يعني عايز يرقى ويعلو لمتطلبات الروح، وبعد شويه يلاقي نفسه عايز يتدنى ويسفل لمتطلبات الايه؟ البدن، اللي هي النفس، الشهوه والهوى، فيفضل متقلب بهذا. التوكل عمل القلب، والتوحيد قول القلب. قال: هذا قول اهل الاصول، ان الكلام هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الامر والنهي والخبر والاستخبار. يبقى الكلام بالنسبة للقلب هو المعنى، وبالنسبة للقالب هو الحرف والصوت. فهمت ازاي؟ وعلشان كده انت ساعات تكلم الناس تقول لهم كلام، يقوم اما يجي يبلغك المعنى، ما يبلغش اللفظ، لانه ما بيسمعك. وعليكم السلام. بيسمع اللفظ لكن
إصغاء كله للمعنى. فتلاقي لما يجي يعبر عما سمع يعبر عما فهمه لا عما سمعه، فيبقى القلب لغة المعنى، فهمت؟ والجوارح لغتها الأحرف والألفاظ، فهمت بقى الحكاية؟ وعشان كده تلاقي ساعات الناس تخبر خلاف ما تسمع، لأنها بتخبر المعاني التي فهمتها مما سمعت. إن الكلام هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وعلى شكل الكلام اللي طالع من القلب يخبر عن معان تجول في القلوب، فتلاقيها تمس القلوب. لكن لما يبقى الكلام خارج من الجوارح بس وليس له معنى في القلب، تجد الناس تبقى تسمعه اتنين لأنه ما مسش قلبها، مع أنه قد يكون منمق أكثر من الكلام التاني اللي طالع من القلب. يعني ممكن واحد يقول كلام طالع من القلب كلام مش منمق عادي كده، لكن تلاقيه يمس قلبك لانه طالع من واحد شاعر بيه، غير اما واحد تاني كده حافظ اشعار وراجل لبق وعنده الفاظ ايه بتاع يقعد يقول برابانت يا سائل الحلاوه دي مش عايز يقف، لكن تلاقي نفسك ايه مش قادر تقعد تسمعه نص ساعه، او لو قعدت كمان تبقى قاعد مبسوط متلذذ بكلامه، لكن بعد ما يمشي هو كان بيقول ايه؟ بيقول والله ما فاكر، هو كان بيقول كلام حلو خلاص، لأنه لم يعلق في قلبك أي معنى مما قاله. لكن ممكن واحد تاني يقول لك كلمتين تبص تلاقي الحكاية تأثر فيك تأثير بالغ دون أن تشعر. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلامه جوامع الكلم، وكان بجوامع الكلم القليل ده المعدود ده يغير الإنسان أمامه من الكافر إلى الولي في لحظة، لأن كان يكلم القلوب صلى الله عليه وسلم. ومن أوتي مفاتيح القلوب فقد أوتي بقى الخير كله، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت مفاتيح القلوب بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الجنيد في جوابات مسائل الشاميين أيضا: تفرد الحق بعلم الغيوب، فعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. سهلة يعني، يعني الله سبحانه وتعالى تفرد بشيء، بكل شيء غاب عنك يا مخلوق، فعلم كل ممكن إذا كان موجودا كيف يكون، وإذا كان معدوما كيف يكون، وعلم كل معدوم ممكن إيجاده لو وجد كيف يكون في حال وجوده وهو معدوم، لأنه ده علم كشفي سبحانه وتعالى. ده طبعا بيرد على المعتزلة، سيدنا الإمام الجنيد بيرد على المعتزلة اللي هم كانوا بيقولوا أن الإنسان يخلق أفعاله وأن الله لا يعلم اختيار العبد قبل اختياره وإلا كان مجبورا، فهمت إزاي؟ فبيقول لهم لا، ده ربنا يعرف، مش اختيار العبد اللي هو هيكون بعد لحظة، ده يعرف لو اللي ما اختاروش لو اختاروا كان هيغير رايه كمان، ده مش يعرف اللي هيختاروا بس، ده يعرف اللي يختار واللي مش هيختاروا، كل واحد على جهه كيف يكون. فهو بيبالغ في الرد على ايه؟ على المعتزله. وقال الحسين بن منصور: من عرف الحقيقه في التوحيد سقط عنه لما وكيف. يا سلام، اصل لما وكيف ده اعتراض، والله لا يسال عما يفعل وهم يسالون. فالموحد لا يسأل الله لما وكيف، لما يا ربي رزقت هذا وضيقت على هذا، لما يا ربي أمرضت هذا وعافيت هذا، لما يا ربي خلقت هذا كافرا وخلقت هذا مؤمنا، لما ولما، وكيف يا ربي تفعل ذلك بي وأنا لم أعصك من قبل، وكيف وكيف. كل ده كلام الناس الأونطجية اللي هم مش فاهمين حاجة ومش متعلمين الأدب مع الله، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فانت هتسأل ربك لا يسأل عما ده الملائكة ما تسألوش، الملائكة اللي هم في حضرة قرب القربة ما يسألوهوش، فكيف تسأله أنت؟ فعلشان كده الواحد إيه يقول لك اللي يعرف حقيقة التوحيد ما يعرفش لما وكيف، خلاص ما يجيش في باله الاعتراض. أصل لما وكيف اعتراض، اعتراض على القضاء وعدم الرضا بالمقضي، فنحن مطلوب اننا نرضى بالقضاء ولا نتحجج به لانه غيب.
ونقبل المقضي ولا نقنط مما أقامنا الله فيه. فالمقضي هو ما ظهر من القضاء، والقضاء هو ما غاب عنه. واضح؟ أخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت جعفر بن محمد يقول قال الجنيد أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد، يعني التفكر في عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم إحاطته سبحانه وتعالى وعظيم عموم فضله على العباد وعظيم حلمه على من عصاه وغفل عنه وعظيم كرمه على الأكوان سبحانه وتعالى. هذا التفكر ده في حد ذاته من أعظم العبادات عند أهل التصوف، وكان بعضهم يصل إلى الله بالتفكر أكثر منه بعبادات الجوارح، ويقولوا تفكر ساعة خير من عبادة ألف سنة، لأن عبادة ألف سنة عبادة الجوارح، ولكن التفكر عبادة القلب، وعبادات القلب أقوى، لأن القلب محل نظر الله عز وجل والجوارح محل نظر العباد. فالجوارح قد تفعل الأشياء وفيها الرياء، أما القلب فلا يفعل إلا لله. فإذا انتفت الشهوة والهوى من القلب صار العمل كله لله. وقال الواسطي ما أحدث الله شيئا أكرم من الروح، صرح بأن الروح مخلوقة بالإجماع، بإجماع أهل السنة الروح مخلوقة، خدت بالك؟ ونفخت فيه من روحنا، الناس الأونطجية فاهمة يعني ربنا حل فيه، وأن النسبة هنا نسبة تبعيد، ولكن الحقيقة أن الإضافة هنا إضافة تشريف، أي من روحنا التي خلقناها. فالله سبحانه وتعالى خلق الروح وجعلها، وهل الروح جسم ولا جوهر ولا عرض؟ خلاف على ثلاث مذاهب، والراجح أنها جوهر، الراجح أنها جوهر في علماء كلها أهل سنة. أي دي أمور بقى لا تفصل من ورد قضية. الجماعة الوهابية عندها كل حاجة عندهم عقيدة، تصلي في الجامع اللي فيه قبر ولا ما تصليش كفر، يا إما إيمان الله، احنا بنقول يجوز ولا لا يجوز، يعني دي أمور فرعية. لا لا، ده عندهم كل حاجة كفر أو إيمان. عندهم الشرك ده يعني حاجة هوى، التوحيد ده عامل زي كوباية كده فجأة يدلق يبقى كفر، مسألة مش بالصورة دي. يعني في أمور حتى داخل العقيدة، شوف داخل العقائد تفاصيل التفاصيل قبل للمناقشة، ويبقى جميع الأطراف ناجين، زي الفرق بين الإرادة والمشيئة، هل هما واحد ولا مختلفان ولا بينهما عموم وخصوص، كلام ربنا يريد وربنا يشاء، هل الإرادة هي المشيئة ولا المشيئة هي الإرادة، ولا الاثنين زي بعض مترادفان ولا مختلفان. يجي الماتريدية يناقشوا الأشعرية، والأشعرية يناقشوا الماتريدية، والكرمية يناقشوا مش عارف مين، شغلانة طويلة، فهمت؟ يعني مش كل حاجة يقول لك أصل الخلاف في الفروع الفقهية بس، إنما في العقيدة لا، عقيدة هو مش عارف العقيدة أصلا. لو درس العقيدة يعرف إن فيها أيضا فروع قد يختلف فيها العلماء ولا تؤثر، فيهاش مشكلة. زي الروح، حقيقة الروح هل هي جسم ولا جوهر ولا عرض؟ ثلاث مذاهب، أضعفها أنها عرض، وأرجحها أنها جوهر، ولكن أغلب الأصوليين قالوا أنها روح، أنها جسم، واخد بالك؟ والله أعلم بحقيقتها، كل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليل، لكن مخلوق، لكن الروح مخلوق. علشان كده إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا كان النصارى يعني طالعين فيها أو يقول لك أصل سيدنا عيسى أنتوا بتقولوا عليه روح الله. واحد كان بيناقشني كده دكتور معانا، بيقول ما احنا بنقول في سيدنا عيسى اللي أنتوا بتقولوه، إشمعنا بتقولوا علينا احنا كفار، بيقول لي كده. قلت له والله لو بتقولوا في سيدنا عيسى اللي احنا بنقوله تبقى أنتوا كفار برضه. قال لي ليه؟ قلت له عشان ما بتقولوش سيدنا محمد رسول الله. ما دي الحقيقة، ما لازم يقول زي ما بنقول في سيدنا عيسى وبعدين يقول سيدنا محمد رسول الله كمان. فهو ابتدى معايا يقول لي ايه؟ يقول لي استنحى بنقول في سيدنا عيسى زي اللي انتوا بتقولوه بالظبط.
وبتقولوا علينا ليه كفار؟ قلت له ما انتوا برضو لسه كفار حتى لو قلتوا زي سيدنا عيسى، عشان ما قلتوش سيدنا محمد رسول الله، ده كان على اي حال يا سيدي انتوا بتقولوا ايه في سيدنا عيسى؟ فقال لي احنا بنقول عليه روح الله. قلت له طب ما احنا بنقول عليه روح الله، لكن انتوا بتقولوا روح الله يعني ذات الله، واحنا بنقول روح الله اضافه تشريف، اي انها روح مخلوقه من الله. فالفرق كبير بين اعتقادك روح الله هي ذات الله، وبين روح الله هي إضافة التشريف، وأن الروح مخلوق. واخد بالك ازاي؟ اتكبس، لكن لسه مسيحي برضه. لكن مهم انك انت تبقى عندك الرد على العالم دي، لان احنا دلوقتي في زمن حوار الاديان، وربنا قال لك ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، كان الايه دي نازله لينا احنا حوار الاديان، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. سبحانه وتعالى. قال الأستاذ الإمام زين الإسلام أبو القاسم رحمه الله: دلت هذه، اللي هو بقى إيه؟ اللي هو الإمام القشيري يعني. دلت هذه الحكايات على أن عقائد مشايخ الصوفية توافق أقاويل أهل الحق في مسائل الأصول. يبقى كابسة، كابسة للناس اللي بيقولوا انهم اونتاجية وانهم ضلالية، وكابسة للي يألفوا كتب كتاب عليها ضلالات الصوفية، ضلالات دارت الضلال. لا، ويجيب لك نقول ومشطورة زي لا تقربوا الصلاة، والسوق بيقولوا لا تقربوا الصلاة. يا عم وانتم سكارى والله؟ فين؟ ما نقلتش ليه وانتم سكارى؟ يقول لك لا والله مكتوبة كده لا تقربوا الصلاة. طب ما هي والله مكتوبة كده في القرآن برضه، بس كمل الجملة. هي طريقتهم كده. وقد اقتصرنا على هذا المقدار خشية خروجنا عما أثرناه، هي حقها آثرناه من الإيجاز والاختصار. فصل. قال الأستاذ زين الإسلام أبو القاسم أدام الله عزه: وهذه فصول تشتمل على بيان عقائدهم في مسائل التوحيد، ذكرناها على وجه الترتيب. هيجيب لك بقى إيه عقيدتهم كده ورا بعض بتكرار كثير، يعني تقريبا خلاصة اللي احنا قلناه، لكن هو هيقوله بقى ورا بعض كده. ذكرناها على وجه الترتيب. قال شيوخ هذه الطريقة على ما يدل عليه متفرقات كلامهم ومجموعاتها ومصنفاتهم في التوحيد. يعني هو زي ما تقول ايه، استقرأ جميع اقوالهم في كتبهم، في كتبهم التي تدل على عقائدهم، وحاول يلخصها لك في الايه، في الجملة المختصرة اللي جاية دي. ان الحق سبحانه وتعالى موجود، يبقى أثبت الوجود له. قديم، أثبت القدم له، يعني لا أول له، لا أول له. واحد، أثبت أنه لا شريك له. حكيم، يعني سبحانه وتعالى يقدر الأمور بحكمة سبحانه وتعالى. قادر، أي على إيجاد كل معدوم أو إعدام كل موجود، أو إيجاد وإعدام كل ممكن، لأن قدرته متعلقة بالممكنات سبحانه وتعالى. فيبقى قدرة الله متعلقة بالممكن، مش متعلقة بالواجب ولا بالمستحيل. ليه مش متعلقة بالواجب ولا بالمستحيل؟ لأن المستحيل يستحيل ثبوته لذاته، فلا تتعلق به قدرة، لأنه يستحيل ثبوته لذاته، لأنه مستحيل عقلي. فهمت إزاي؟ ولا تتعلق قدرته بالواجب لا لعجز القدرة، لكن لأن الواجب يستحيل انتفائه لذاته عقلا، مش لعجز القدرة، بل لعدم تعلق القدرة بشيء يستحيل انتفائه لذاته. وعشان كده يجي يقول لك مش ربك على كل شيء قدير، هل هو قادر على أن يفني ذاته؟ يجي يسألك كده يقول لك مش ربك على كل شيء قدير، هل هو قادر على أن يفني ذاته؟ تقوم تفكر انت؟ ما تفكرش. تقول له الله سبحانه وتعالى ذاته واجبة الوجود، والواجب العقلي هو الذي يستحيل الانتفاء لذاته. وقدرة الله متعلقة بالممكن يا جاهل، غير متعلقة بالواجب. يروح ساكت. وإذا كان من أهل السعادة هيسلم، وإذا كان من أهل الخذلان والله لو جبت له، لو شقت له القمر زي ما شق سيدنا رسول الله القمر لقريش. أسلم من أسلم وسبقت له السعادة، وكفر من كفر وسبقت له الشقاوة. قادر
سبحانه عليم، يقول لك هل هو قادر على خلق شريك له؟ مش على كل شيء قدير؟ نقول له الشريك مستحيل عقله، يستحيل وجوده لذاته، فقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل. فهمت؟ نفس الحكاية، عليم سبحانه. وعليم دي صفة تدل على الانكشاف لا على الحدوث، صفة كشفية سبحانه وتعالى، فوق صفة السمع والبصر، فهو سميع بصير وعليم أيضا. فالسميع والبصير أي يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم ولو كان غير مسموع، ويبصر كل مبصر ولو كان غير مسموع، وهكذا. فكل صفة بتدي لك ملمح آخر، وهي صفات متعددة لذات واحدة. عليم قاهر، قاهر يعني غالب، قاهر فوق عبادي غالب لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. رحيم سبحانه وتعالى، صفة رحمة متعلقة بالخلق، وهي صفة من صفات الربوبية. مريد، والقادر مريد، مريد يعني له إرادة سبحانه وتعالى. وهل مريد الإرادة بمعنى المشيئة أم لا؟ الراجح أن هما الاثنين معنى واحد، وريح نفسك. سهل، الأشعرية قالوا كده، قالوا الإرادة والمشيئة واحد، وريحوا نفسهم. الماتريدية هما اللي إيه ميزوا بينهم، قال لك أن الإرادة أعم من المشيئة، فالإرادة هي تشمل كل شيء، أما المشيئة فلا تشمل إلا ما يرضاه الله، ما يرضاه الله فقط. لكن الإرادة تشمل ما يرضاه وما لا يرضاه، فتشمل الكفر والإيمان، تشمل الإيجاد والإعدام، دي الإرادة. ولكن أهل الأشعرية والاثنين الماتريدية والأشعرية أهل السنة، خد بالك، مش في بقى، مش زي الجماعة التانيين يقول لك الأشعرية أعوذ بالله، اللي الأشعرية أعوذ بالله، هل بيستعيذ بالله من الأشعرية؟ هو ما يعرفش إن الأشعرية دول هم أهل السنة، أهل السنة اللي هم ترجموا فهم الصحابة لعلم التوحيد، هم دول اللي ترجموه، ونسب للإمام الأشعري مش عشان هو اللي ابتدعه، ده هو بس اللي ترجمه وكتبه، كما نسب علم الأصول للإمام الشافعي، لأنه هو أول من صنفه وكتبه بعدما كان في عقول الناس. بس. كما نسبت قراءة نافع للإمام نافع وهو لم يقرأها، ده اللي قرأها النبي، لأنها انتشرت على لسانه. ونسبت قراءة أبو جعفر له لأنها انتشرت على لسانه، ولعاصم لأنها انتشرت على لسانه، بالرغم أنهم في القرن الثالث الهجري. فهمت ازاي؟ مع ان اللي قرأ القرآن كده سيدنا رسول الله، فأما نسب مذهب أهل السنة للإمام الأشعري لأنه انتشر على لسانه، وأزال بحججه وبراهينه شبه المبطلين، بس. فلما انتشر نسب إليه المذهب أهل السنة، لكن مذهبه هو مذهب الصحابة لعلمك. ترجم عما يقول في أذهان الصحابة، واتفقت وأجمعت الأمة على أن هذا ما كان يقول في أذهان العلماء السلف جميعا. رحيم مريد سميع سبحانه، يسمع كل مسموع. مجيد يعني عظيم سبحانه. رفيع يعني عظيم القدر، عالي القدر. متكلم سبحانه وتعالى. بصير، متكبر يعني متعاظم ومتعالي. قدير، هو القاهر والقادر والقدير، قدير بمعنى قادر لكنها صفة مبالغة، صيغة مبالغة. فعيل بمعنى فاعل. حي سبحانه وتعالى. أحد يعني الواحد أحد، الواحد في الأول والأحد في الآخر حتى يبين الفرق، فهو أحد لا يتجزأ، واحد لا يتعدد سبحانه. باق يعني دائم، لا يفنى، لا يزول سبحانه، باق. صمد، قالوا الصمد في اللغة هو غير الأجور، يعني ليست له جوف،
وقالوا الصمد هو ما يحتاج إليه كل شيء وهو لا يحتاج لشيء، وأنه عالم بعلم سبحانه وتعالى. يعني الصفة لها تأثيرها، عالم بعلم، قادر بقدرة، قادر بقدرة أي بتأثير بفعل، أي أن قدرته لها تأثير في الخارج. فالقدرة صفة تأثير، مريد بإرادة، والإرادة صفة تخصيص، يبقى القدرة صفة تأثير، تأتي الإرادة صفة تخصيص القدرة، تخصص القدرة، تأخذ من القدرة على وفق العلم القديم، يبقى الإرادة تخصص القدرة على وفق العلم القديم. مريد بإرادة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، حي بحياة، باق ببقاء سبحانه وتعالى. لو لأن لو قلنا عالم بغير علم يبقى ايه، عطلنا الصفات. وهو لما يقول عالم بعلم، قادر بقدرة، يحاول ان ينفي التعطيل، بيرد على الفلاسفة. يعني في بعض الفلاسفة قالوا ان ايه، ان اثبات تعدد الصفات يؤدي الى تعدد القدماء، فنفوا متعلقات الصفات، فوقعوا في مشكلة كبيرة. ايوه، وعطلوا الصفات. ايوه، حنيجة له يدان. ايوه، عليها الدور. وله يدان هما صفتان مش جارحتان، خدت بالك؟ هما صفتان لا جارحتان، خد بالك. وله يدان هما صفتان يخلق بهما ما يشاء، يعني بهذه الصفات. اليد، اليدان هي القدرة والإرادة، أدي اليدين، يخلق بهما ما يشاء وفق العلم القديم، بس سهلة. إيه رأيك بقى، اليدان دي حلوة بمعنى القدرة والإرادة؟ يعني لازم بمعنى الجريحة، يعني عايز تطلع إن ربنا ليه إيدين وصوابع بمعنى الجريحة؟ يعني أصل يقول لك قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يا عم الشيخ عايز يثبت الصواب يعمل لك صوابعه كده. الله، ايوه، احنا قلنا ان اي صفة فيها جارحة تنسب الى الله لازم بقرينة عقلية تصرفها عن معنى الجارحة، لان العقل قال ان الله ليس بجسم، واضح؟ يبقى عندي قرينة عقلية دائمة كده، اروح نافي هذه الصفة بمعناها الحقيقي الذي يدل على الجارحة، كويس؟ وبعدين بعد كده اما افوض فاقول ماليش دعوة فيبقى مفوض، او اول او مبتدي اصرفها عن معناها الظاهر بمعنى الجارحة الى المعنى المجازي وهو معنى التأويل، واخد بالك، المرجوح لقرينة عقلية. الاثنين، الاثنين اسلم من بعض. لو قعدت في وسط مجسمة اول علشان تريحها، لو قعدت في وسط ناس ما بتجسمش ما تأولش، فوض، هو ده الاجمل. لان العلماء يعني اضطروا للتأويل في الرد على المجسمة، قبل المجسمة ما كانش فيه تأويل، كان كله تفويض، لكن لما حصل مرض التجسيم انتشر في الأمة فحاولوا يجتثوا هذا المرض، فاجتثوه بإيه؟ بدواء التأويل، ادي الحكاية. فلو المرض موجود أول، لو المرض مش موجود ما تاخدش الدواء، فوض زي الصحابة بس، لكن الاتنين ناجين. ما هو الأول أما يقول له يد، أولا هم مشكلتهم بيعملوا إيه؟ بيلعبوا لعبة. يبتدي لك الأول مقدمة، يقول لك أن الصفات يجب أن تصرف بمعناها الحقيقي لا المجازي، شوف الحقيقي، حط تحتها 500 خط وفوقها 500 خط الأول، لأن لو ما قالوش الكلمة دي كنا هنوافقهم في اللي هيجيبوه بعد كده. يعني لو ما قالوش كلمة حقيقي دي كنا هنوافقهم بعد كده، احنا اختلفنا معهم عشان الكلمة اللي قالوها الاولي. قالوا الصفات تؤخذ بمعناها الحقيقي لا المجازي بلا تكييف. استنى بس، فيقول لك ايه، له عين
العين بالمعنى الحقيقي ايه؟ الجارح. الجارح صح؟ بلا كيف، يعني واسعة خضرة مقلمة منقطة ما نعرفش، لكنه ليه عين. شفت الاونطة بتاعتهم بقى؟ يوم اثبت الجارحة اولا لانه قال حسبتها بمعناها حقيقي، وبعدين في الاخر تمحك بالبلكاس، قال لك بلا كيف. ده شغل عالم جهلة، شغل عالم جهلة وما جهلة فعلا. واخد بالك ليه بقى؟ لان نفي الحقيقة يؤدي الى التكثير، ونفي التكييف يؤدي الى نفي التكثير، فكأنه اثبت ما نفاه، يبقى في الاخر كأنه ما قالش حاجة، يبقى جاهل ابيض يا ورد، ما قالش علم، فأثبت في أول السطر ما نفاه في آخر السطر، عشان كده ما قلناش عليهم كفار. عارف لو كانوا ما قالوش بلا كيف كنا كفرناهم وخلصنا. لكن هم لا عايزين يتعلموا ولا عايزين يكفروا. قاعدين كده يقلقونا. واخد بالك؟ أدي كل المشكلة بتاعتهم. وعلشان كده ابن تيمية لما قال الكلام ده سجنوه. ما عرفوش يكفروه. التقي الدين السبكي ضميره استريح وقال هو كافر وخلاص وريح نفسه. كان معاصر لي وقال انا رايي انه كده، قال كان تقي الدين السبكي. الاستواء معلوم بمعناه الظاهر انه هو حركه الجسم مستقره على الشيء، وهذا معلوم انه لا يليق بالله. والكيف مجهول ايضا، يعني لا تسال عن الكيف اذا صرفناه عن معناه المعلوم عندنا، فلا تسأل عن الكيف، فوض. ادي معنى كلام الامام مالك. لان ازاي يفهموا معنى الاستواء بمعنى الاستقرار على الشيء؟ هل يصير محمولا؟ اين كان الله قبل خلق العرش؟ ولا العرش قديم بقدم الذات فيكون هناك مخلوق مع الله؟ نقول بقدم الاكوان ولا ايه بالظبط؟ العرش مخلوق صح؟ طيب خلاص، طالما العرش مخلوق هل يطرأ على الله تغير بعد خلق الخلق؟ لأن التغير علامة الحدوث، فيبقى الاستواء لابد أن تكون لها معنى لا يدل على تغير. فهمت ازاي؟ بس فإذا لابد أن يكون لها معنى لا يدل على التغير، فيكون بمعناها اللي كل الناس بتفهمه. أما أقول استوى حسن مبارك على عرش مصر، يعني إيه؟ يعني صارت بيده مقاليد الأمور، صارت بيده تدبير الأمر والنهي. طب اشمعنى كده بنفهمها بالمعنى ده في المخلوق؟ مش عايزين نفهمها كده في الخالق؟ إذا كان المخلوق بنفهمها بهذا المعنى الذي يليق به، فإزاي مش عارفين نسمعها نفهمها احنا في الخالق؟ وربك قايل كده في القرآن واضح. ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن. استوى على العرش إيه يا رب؟ يدبر الأمر. واضح، القرآن واضح. لكن هم اللي مش واضحين. هم اللي مش فاهمين. يقول لك أصرف اللفظ على حقيقته. الغي بقى حقيقتي دي، امسحها. اؤمن باللفظ لا على حقيقته التي توهم التجسيم. بلا تكييف اكون مفوض، بتاويل اكون مؤول، والاثنين نجيب. فهمت ازاي؟ بس فهمت القصه بقى؟ بس ايوه. نقول ان اليد ليست بمعنى الجارحه، والله اعلم بمراده، يبقى مفوض. بس سهل. العين لا بمعنى الجارح، والله أعلم بمراده. وإن كانت العين في لغة العرب بمعنى الحفظ والإحاطة. فهمت إزاي؟ اليد قد تكون بمعنى العطاء والنعمة، يقول فلان له يد علي، يعني له نعمة علي وعطاء. وقد تكون بمعنى القدرة، فتحتمل هذا وتحتمل هذا. والقرآن عربي، وكثير من الآيات يقول لك قرآنا عربيا غير ذي عوج، عربيا غير ذي عوج، يعني بيكلم عرب، بيكلم عرب. فطالما بيكلم عربي العربي يفهم. فهمت ازاي؟ والعربية اللسان مش العربية الجنس، العربية اللسان. ايوه يا سيدي. هل معرفتك بالله جمالا من جهة من عذاب سبحانه وتعالى؟ نعم. لأن كل واحد أصبح فعليا. المعرفة إجمالية تكفي دون التفصيل. لكن هم للأسف هم بيفصلوا حاجات لا تليق ويعلقوها في المساجد، واخد بالك؟ عشان يخلوا الناس العوام طالعة نازلة يقروها، لا يليق.
ويجاب له حديث الجارية بمعنى الجهة والعم يفهمه بمعنى الجهة، فهم أهل بدعة، ويعملوا ملصقات في كل المساجد ويعلقوها الله في السماء، ويجاب لك حديث الجارية لما يجي الإنسان ويعملها عقيدة ويعملها لك بحاجات ملونة ويعلقها للناس، يبقى هم بقى اللي بيتعبونا. لكن الإنسان العامي العادي ده لما تقول ينزل ربك إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول هل من مستغفر فاستغفر له، ما يجيش في باله يعني إيه النزول، حقيقي ولا مش حقيقي. اقعد كده، اقف كده بره في السوق كده عند الناس بتوع البرتقال اللي بره دول، وقول لهم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في السماء في الساعة الأخيرة من الثلث الأخير من الليل يقول هل من مستغفر فاستغفر له، يقول لك يا سلام ربنا كريم. شوف يجي في باله الكرم، صح ولا لا؟ يقول لك يا ده ربنا مجيب، يا ده ربنا واسع. طب صلي على النبي بقى، تاخد كم كيلو وخلاص، ويبيع لك وانت هنا وفشيت الامور. ما يعلقش في ذهنه الزباله اللي عايزين يعلقوها في ذهن الناس. فهمت ازاي؟ دي زباله عايزين يعلقوها في ذهن الناس يصيروا مجسمين. ده ما يليقش. التفاصيل دي تتقال في مجالس العلم اللي احنا بنعملها دي مع الطلبه علشان نزيل الشبهه. لكن هم ما بيعملوش كده، ده بيروحوا للعوام اللي لا يعرف لا حقيقة ولا مجاز ولا مشترك ولا يعرف حاجة ولا قواعد لغة، ويقول له كده. يبقى دول بقى أهل بدعة بقى. فهمت ازاي؟ وعشان كده انتشر مذهبهم بين الجهلة اللي هم ما درسوش علوم الدين. تلاقي انتشر مثلا بين المهندسين وبين الأطباء وبين النجارين وبين البياعين وبين النقاشين، واخد بالك ازاي؟ اللي هم ما درسوش بتبحر، وأغلبهم لا يحفظ القرآن، واللي حافظ القرآن منهم لا يجاوز تراقيه لان مش فاهمه برضه للاسف. لكن احنا نقول ان الايمان بالصفات اجمالا بدون هذه التفاصيل ناجي. لكن هم اللي فتحوا لنا الباب ده، كانوا يوقفوا الطلبه في الجامعه واحنا طلبه، كانوا يقول لنا واحنا رايحين نصلي الظهر وطالعين من سكشن كده رايحين نصلي الظهر، يوقفوا لنا إيه؟ علشان بيقعدوا يقروا طول الليل في الكلام المنشورات بتاعتهم اللي عامله زي بتاع المخدرات. يجي يقرا الطالب من دول الكلام الفارغ ده، وتاني يوم الصبح يجي الكليه مخه ما بتاع، احنا طالعين من السكشن عايزين نروح نصلي الظهر. لا هتصلي الظهر، هتصلي لمين؟ نقول لربنا يا ابني. طب اين الله؟ ايه اللي اين الله؟ عمرنا ما خد في بالنا الحكايه دي، طول عمرنا بنصلي لربنا، اين الله ايه دي؟ والله كانوا يوقفونا في القصر العيني واحنا طلب، كانوا يقولوا لنا الاسئله دي. العيال اللي هم قاعدين ساكنين جنب انصار السنه اللي في عابدين، كان عندنا اثنين طلبه ساكنين جنب انصار السنه اللي في عابدين يصلوا هناك، وانا عارفهم لحد دلوقتي، تابوا فتاب الله عليهم الحمد لله. لكن ايامها كان مخهم مقلوب، ويجيبوا لنا الكتب واقرا وشوف واعمل. وفي كتاب اسمه معارج القبول، ده اسمه ده المفروض يكون معارج الرفض، واخد بالك؟ ايه القبول ده؟ يجيبوا لك الكتاب ده ولك اقراه، نقعد نقراه ونخطط ونعمل. حسيت ان انا قاعد بعبد ربنا، ده جسمه وقاعد راكب فوق السبك كده عامل كده، يحسسك بهذا الاحساس. والله تجسيم محض يعني زباله، ما يليقش الكلام ده. طول عمرنا احنا فرحانين بربنا وعارفين ان ربنا معانا وان ربنا عليم فينا مطلع بينا، واننا بنخاف من ربنا وحتى لو قاعدين في اوضه ضلمه، وان ربنا قريب من عباده، وان حاجات حلوه كده، مش فاهمين الكلام الزباله بتاعهم ده. يقول لك قرب مش عارف ايه، وهو هنا وفوق وهنا، ويرسم لك على السبوره ويحط لك نقطه. ده شغل، هو ده بقى اللي خلى الناس تبتدي تفتح المواضيع معاهم، لان هم اللي عملوا كده، واخد بالك؟ ما يليقش يقعدوا يكلموا الناس ويعلقوها في المساجد. انا يعني كنت بصلي في مسجد سيدي الطيبي من حوالي سنه، لانه في سكتي وانا رايح جاي، فبنزل اصلي في سيدي الطيبي، بحبه كمان سيدي الطيبي، بس انا بصلي في المساجد اللي فيها قبور واللي عجبه عجبه. المهم يعني فرحت انا صليت عند سيدي الطيبي ده، وطالع بصيت لقيت لازقين الملصق بتاعهم ده اللي كاتبينه في الكلام الفارغ ده. فرحت للراجل الامام بتاع الجامع اللي صلى بينا، قلت له انت خريج ايه؟ قال انا خريج اصول الدين من الازهر. قلت له طب تعالى يا سيدي، مين اللي معلق الكلام ده؟ انت خدت في الازهر الكلام ده يا ابني؟ قال لي لا والله ما خدناش. طب معلقه ليه؟ قال لي لا والله في شباب بيجوا كده يعلقوا الحاجات دي، وانا سكت. قلت له تسكت ازاي يا ابني على الحاجات دي؟ امسك راح مسك قطعها الراجل قدام. الحمد لله ان طلع راجل ازهري، الحمد لله. واخد بالك؟ ربنا كرم. ازهري اشعري، اشعري والعياذ بالله. قال عند سيد الطيبي يكتبوا الكلام ده. قلت له امال عند سيدك عبد الوهاب هيكتبوا ايه؟ ربنا بيقول لك وله يدان هما صفتان
يخلق بهما ما يشاء سبحانه على التخصيص. فممكن تقول يد ليست بمعنى الجارحة، لأن ممكن تقول يدان وممكن أيدينا، مش ربنا قالها بالجمع مرة وقال بأيد وقال يداه مبسوطتان، ومرة يقول بأيد ومرة يقول بيد، يد الله فوق أيدي، يد واحدة ولا أيادي ولا إيه الحكاية؟ يبقى المعنى مش بالجارحة خالص بقى، يبقى لازم تنفي الجارحة من ذهنك عشان تفهم النصوص دي كلها. إفراد وتثنية وجمع يعني الكل. قالوا الواحد عيان، خد ادهن الدهان ده مطرح ما وقعت، راح دهن السلم. هم دول بيعملوا زي الراجل اللي انت بتضحك عليه ده، والله بالظبط راحوا فهموا الايات دي بالنفس مفهوم الراجل اللي قالوا له روح ادهن البتاع الدهان ده مطرح ما وقعت، فراح دهن السلم. اربط مطرح ما اتخبطت ربط العمود. حاجة غريبة. وله يدان هما صفتان يخلق بهما ما يشاء سبحانه على التخصيص، وله الوجه سبحانه، والوجه هنا بمعنى الذات سبحانه وتعالى، وصفاته ذاته مش غير ذاته، مش زائدة على الذات ولا هي عين الذات، وصفاته ذاته مختصة بذاته. فهمت ازاي؟ لا يقال هي هو ولا هي أغيار له، بل هي صفات أزلية ونعوت صرمدية، يعني صفات الله قديمة بقدم الله، مش طرأت عليه صفات بعد الخلق فصار خالقا. فهمت ازاي؟ بعد خلق الأشياء المعلومة فصار عالما وقبلها لم يكن، لا، بل هي قديمة سبحانه وتعالى. عشان كده علماء السنة قالوا لا تعلقان، تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي حادث، عشان يحلوا المشكلة أهل السنة. وفي الحقيقة هي الحكاية التقسيم ده تقسيم عقلي عشان تفهمه بس، لكن قد الواقع ان هي ما تتقسمش خالص، لان اصلا انت لو فكرت كل ما سوى الله موجود بغيره لا بذاته، فهو بالنسبة لله عرض. حتى الاجسام بالنسبة لله اعراض، لانها ليست قائمة بذاتها بل قائمة بالله، والعرض هو الذي يقوم بغيره. واضح؟ فلا موجود بحق إلا الله، دي الحقيقة لو أنت نظرت بعين الحقيقة، لو نظرت. وعشان كده اللي بيتحقق بمعنى هذه الحقيقة بيفنى، فلا يرى إلا الله ولا يرى حتى نفسه. لأن إيه هو العرض؟ هو الذي يقوم بغيره. طب ما كل الأكوان قائمة بغيرها وهي بالله، يبقى الأكوان بالنسبة لله عرض، وبالنسبة لنا أجسام وجواهر. فهمت؟ فقط. فكلمة جوهر وجسم ده بالنسبة لنا، أما كل ما سوى الله فهو عرض، والعرض لا وجود له بحق. فهمت المسألة بقى؟ ونعوت صرمدية ونوع أحدي الذات ليس يشبه شيئا من المصنوعات ولا يشبه شيئا من المخلوقات، ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، ولا صفاته أعراض ولا يتصور، لأن العرض أيضا مخلوق. فما تقولش أن الصفات القديمة عرض قائمة بالذات زي ما قالوا الفلاسفة، قالوا كده، فشبهوا القديم بالحادث. احنا نقول أن الصفات الله سبحانه وتعالى متعلقة بالذات، لا هي هو ولا هي ولا هو هي. فهمت ازاي؟ لكنها ذات موصوفة بصفات قديمة. يقول طب ما انت كده هتخلي الصفات قائمة بالذات تبقى عرض، نقول ولا عرض، لأن العرض مخلوق. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلام أهل السنة، كلام حلو اهو. ولا يتصور في الأوهام سبحانه، ولا يتقدر في العقول، يعني يعلم إدراكه بالعقول، ولا له جهة ولا مكان. أهو، ولا له جهة ولا مكان، لأن الجهات مخلوقة والمكان مخلوق. ولا يجري عليه وقت وزمان، لأن الزمان والوقت هي حركة الفلك والفلك مخلوق. ما تقراش التعقيبات السم دي يا اخي، ارمي البتاعة دي، ده هم بوظوا الرسالة الكشرية بتعليقاتهم، يعني وريني البتاعة دي. دي مكتبة ايه دي؟ اوعوا تقروا مكتبة التوفيقية تعليق هاني الحاج ده الوهابي ده.
حد يجيب دي يبوظ النور اللي فيها؟ اقرأها بلا تعليق. كتب كتيرة ما تجيبش ده. هات بتاع دار الشعب تعليق الدكتور عبد الحليم محمود. بيعدلوا يا سيدي، بيعدلوا على أئمة، ده بيعدلوا على إمام ابن حجر العسقلاني، ده بيعدلوا على سيدنا عبد الله بن عمر، ده بن باز في فتح الباري بيعدل على سيدنا عبد الله بن عمر إنه كان يعني كان يقتفي أماكن بول النبي ويبول فيها، وأماكن حط رحال النبي فيحط رحاله فيها، فقال إن دي مخالفة من عبد الله بن عمر لما عليه والده عمر بن الخطاب. ده كاتب كده في الهامش واجبها لك، بيعدل على سيدنا عبد الله بن عمر بن باز رحمه الله. حاجة غريبة. والله يا اخي اجيبها لك لو انت مش مصدقها، يجيبها لك اخونا موسى، انا جبتها مرة لموسى وقريتها. اهم حاجة هم وصلوا ان هم يعدلوا على ده، بيعدلوا على الصحابة، بيعدلوا على الصحابة يا سيدي، مش هيعدلوا على الامام القشيري؟ ده عندهم جرأة عجيبة. يا دكتور وصلوا عدوها على النبي ولا لسه؟ صلى الله عليه واله وسلم. لا هم على اي حال لما تيجي تناقش حديث النبي وتجيب خلاف العلماء فيه يقبلوا. اول ما تناقش كلام ابن تيميه يتذمروا. لكن لو ناقشت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف العلماء في فهمه لا يتذمرون. لكن هات كلام ابن تيميه وناقشه يتذمروا. وكان هيبه ابن تيميه عندهم اشد من هيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن ذلك، وأنا لا أعتقد طبعا هذا، وإلا يبقوا في داهية، لكن إن شاء الله هم في نجاة. جزاهم الله خير. إحنا عايزين نخلص الصفحة دي، ما حدش يقطعني، خلصها بقى علشان نخلص، عشان كلنا نمشي. ولا له جهة ولا مكان، ولا يجري لا يجري عليه ولا يجري عليه وقت وزمان. أصلها معظمها كلام مكرر، خد بالك. ولا يجوز في وصفه زيادة ولا نقصان، ولا يخصه هيئة وقد، ولا يقطعه نهاية وحد، ولا يحله حادث سبحانه، ولا يحمله على الفعل باعث. يعني مش يقول إن الحكمة هي المحركة لفعل الله، بل الحكمة موافقة لفعله وليست محركة لفعله. فهمت إزاي؟ نقول إن الحكمة موافقة للفعل وليست باعثة للفعل، وإنما لو كانت باعثة للفعل كأن هناك من يبعثه على الفعل، يبقى إيه؟ يبقى الله ليس فاعلا مختارا بل فاعلا محكوما بالحكم، فتصير الحكمة حاكمة عليه والله يحكم على كل شيء. فهمت؟ خلافا للمعتزلة يعني. ولا يحمل على الفعل باعث، ولا يجوز عليه لون ولا كون، ولا يتصور مدد ولا ينصره مدد ولا عون، ولا يخرج عن قدرته مقدور، يعني ممكن، يبقى قدرته متعلقة بالمقدور أي الممكن، ولا ينفك عن حكمه مخلوق، يعني مفطور يعني مخلوق، ولا يعزب عن علمه معلوم سبحانه، ولا هو على فعله كيف يصنع وما يصنع ملوم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يقال له أين لأن ده سؤال عن المكان، ولا حيث لأنها أيضا مكان، ولا كيف لأنه سبحانه وتعالى فوق الكيف، ولا يستفتح له وجود لأنه أول بلا بداية فيقال متى كان، ولا ينتهي له بقاء فيقال استوفى الأجل والزمان، ولا يقال لما فعل ما فعل إذ لا علة لأفعاله، لا يسأل عما يفعل، لا علة لأفعاله. مش يقول لك يدي القرع المشط ويدي اللقرع مش يدي لقرع المشط ويدي الحلق للي بلا ودان، هو ده ما يليقش، واخد بالك؟ إذ لا علة لأفعاله، ولا يقال ما هو، سؤال عن الماهية الكن، لا يقال ما هو سبحانه وتعالى، إذ لا جنس له فيتميز بأمارة عن أشكاله، يرى لا عن مقابلة، يرى لا عن مقابلة، وممكن تقول يرى لا عن مقابلة أيضا، تنفع الاثنين. يرى لا عن مقابلة ويرى غيره لا عن مماقلة، شوف نفى إيه؟ نفى العين الجارح، ويرى غيره لا عن مماقلة، المقل اللي هي الجارحة يعني. ها؟
مماقلة اللي هي مقلة العين يعني الجريحة، ويصنع لا عن مباشرة ومزاولة سبحانه وتعالى، يعني فعل الله وقوله كن فيكون لا يحتاج لأسباب يتناولها سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يفعل ما يريد ويذل لحكمه العبيد، لا يجري في سلطانه إلا ما يشاء، ولا يحصل في ملكه غير ما سبق به القضاء، ما علم أنه يكون من الحادثات أراد أن يكون، وما علم أنه لا يكون مما جاز أن يكون أراد أن لا يكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجة؟ خالق أكساب العباد خيرها وشرها، ردا على المعتزلة أنهم يخلقون أفعالهم، بل نقول خالق أكساب العباد خيرها وشرها، تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وإلى العبد فعلا واكتسابا. ومبدع ما في العالم من الأعيان والأغيار والآثار كلها وكسرها، يعني الطبيعة مش فاعلة، مش خلق الطبيعة سبحانه وتعالى ثم تراها تتفاعل وتنفعل مع بعضها فيخرج منها الأشكال والأنواع، لا، بل كل ما في الأكوان خرج بمراده، لا على تأثير غيره فيها بل بتأثيره فيها. ومن قال بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، فهو بيرد على القائلين بالعلة والقائلين بالطبيعة، واضح؟ كلها وكسرها. ومرسل الرسل إلى الأمم من غير وجوب عليه، يبقى إيه؟ بعدما وصف الله بالصفات التي تليق به أقر بإيه؟ بإرسال الرسل لا على الوجوب كما أوجب ذلك المعتزلة وجوبا عقليا، من غير وجوب عليه. ومتعبد الأنام على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بما لا سبيل لأحد باللوم والاعتراض عليه لأنه لا يسأل عما يفعل. ومؤيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومؤيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة، اللي هي ايه المعجزات؟ اللي هي التي جاءت للتحدي لإثبات أنه مبلغا عن ربه. ومعجزات النبي كثيرة لا تنتهي إلى يوم القيامة. عندك انت القرآن يقول لك النبي معجزة القرآن، القرآن لوحده أكثر من 2000 معجزة ومية، شوف أكثر من 2000 معجزة، لأن كل 3 آيات معجزة في حد ذاتها. ووجوه الإعجاز في 2000 معجزة لا تنتهي، قد تكون وجوه بلاغية ووجوه بيانية ووجوه إخبار بالغيب ووجوه موافقة للعلم القديم للعلم الحديث، كل دي معجزات فوق معجزات. فالقرآن معجزة بقية لا تنتهي لأنه وجوهها لا تنتهي، ولم يتكشف منها إلا النذر القليل إلى يومنا هذا، ثم إلى يوم القيامة يأتي القرآن بكرا كأن لم يمسه أحد. ثم بعد ذلك معجزة نبع الباء من بين أصابعه، الإسراء والمعراج، شق القمر، إمطار السماء بإشارته الشريفة، تأثر الأشياء بفعله صلى الله عليه وسلم وإشارته، فيضع يده على الضرع الجاف فيحلب اللبن، يضع يده صلى الله عليه وسلم في الطعام القليل فيأكل منه الجيش، يدفل صلى الله عليه وسلم بريقه على العين التي وقعت فتبرأ، يدفل بريقه الشريف على الرجل التي قطعت فتبرأ في الحال، كل هذه معجزات له صلى الله عليه وسلم، وأنوار باهرة تدل على أنه مخبر عن الله عز وجل. بما أزاح به العذر وأوضح به اليقين والنكر، وحافظ بيضة الإسلام بعد وفاته سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم بخلفائه الراشدين، ثم حارس الحق وناصره بما يوضحه من حجج الدين على ألسنة أوليائه، عصم الله الأمة الحنفية عن الاجتماع على الضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلال. والأمة إن المقصود بها العلماء، ما يجتمعوش على ضلالة أبدا، العلماء كلهم، الوهابية ما يخشوش فيهم لأنهم مش علماء، جاهل، أيوة جاهل، لا سند لهم ولا إسناد لهم. هات لي واحد فيهم ليه مشايخ، كلهم خدوا علمهم من الكتب، ما لهمش مشايخ ولا أسانيد، العلم هو علم الإسناد اللي بالإسناد. هات لي واحد فيهم كده ليه أسانيد مشايخ لحد النبي، ما تلاقيش، كله أسانيده توصل لحد ابن تيمية. طب وابن تيمية شيخه مين؟ ما تعرفش مين اللي علمه، دي الحقيقة. هات لي أسانيد، هل ابن تيمية له سبت يوصله إلى النبي؟
كل عالم له سبت يوصله الى النبي. لكن هات لي سبت ابن تيميه، هات لي سبت عبد الله عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب، هات لي سبت كده ابن باز، هات لي سبت ابن عثيمين. والسبت هو الاسناد الموصل للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث العلم وثبوت العلم، لا اسناد لهم، فعلمهم مقطوع جهله. والعلم الحقيقي هو المنقول كابرا عن كابر، سلفا عن سلف، والا يبقى هوى وفهم بهوى. وعشان كده اما تقول ايه عصم الامه الحنفيه على الاجتماع على ضلاله، ما تحطش في مخك الجماعه دول لا يخرقوا الاجماع، لانهم جاهله. الامه المقصود بها المجمعين العلماء والمجتهدين. وحسم ماده الباطل بما نصب من الدلاله، وانجز ما وعد من نصره الدين بقوله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذه فصول تشير الى اصول المشايخ على وجه الايجاز وبالله التوفيق. ونقف بعد ذلك على ذكر المشايخ الطريقة، نفعنا الله ببركتهم وجزاهم الله عنا خير. اللهم علمنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما.